صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين بعيدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان وثقنا في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان وثقنا في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه به وتابعين حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين.